تيتوس الزول في اللون نيت ما يسمى الزول مقرن مرحبا يسون. aujourd'hui nous sommes bien sûr le jeudi je pense 6 octobre 2022 il est presque midi 25 j'ai pas beaucoup de temps mais je suis désolé رحنا je vais faire rapidement عندي une petite vidéo دوكا نديرها على واحد المشكله صرات ومن بعد une autre vidéo mais très très rapidement parce que j'ai pas de temps, j'ai pas vraiment سرقت شويه وقت باش ندير لكم هذه الفيديو هذه باش ما نخليكمش منها الليل. الوغ ما ننساش صحه ومكلينون بون ابيتي ا توتي ا توس كي سون توجور ا طابل موا جي توجور جي مانجي. الوغ جو بي بارطاجي افيك فو مون كافي هان فوالا سي ان كافي والله ما تشربوه في واش يقولوا في دوزان كافي دو 5 ايطوال ما تشربوش فوالا جو لو بارطاج افيك فوالا صح القهوه النون. على كل حال الناس اللي كملت الغداء نتاعها الوغ بعثوا لي احبابي يمس واحد لا فيديو ما قدرتش نديرها راه عليا الحال
البارح في الليل نعتوا لي واحد العرس سرا عند احبابنا وخوتنا في مستغانم. وين هذاك الفرح وهذاك العرس؟ ولا في الضرب والجرح والروعة نتاع مساكن الاولاد ونتاع النساء اللي قاعده تعيط؟ يعني واش راح نقول لكم؟ كي يبعثوه لي على الاول ماشي معناه بلي شي عرس. انا قلت نمشي وهذا من بعد بلي شفت بلي قالوا لي بلي سي تان مارياج اللي سي ترانسفورمي من بعد في يقولوا ما عندناش الخبر واش راه صرا قد ما بين باتاي رونجي اونتر لي فامي دو ماري اي دو لا ماري، يعني ما بين واش يقولوا الناس نتاع العروس ونتاع العريس. يقولوا هكذا ما عندناش خبر، هذو لي زيماج سون با ما يهضروش، مي يقولوا ينعتوا في الضرب وكذا ومنا والبنات تجري والنساء تجري، ويقولوا في مستغانم توجور ايتي لي فوتو بروندر هاد لي زانفورماسيون اون توت بريدونس. علاش؟ افيك بوكو بوكو دو بريدونس، باسكو توالم العرس ماهوش عندنا، مي توالم ماهوش مستغانم، توالم في بلاصه اخرى، توالم حاجه اخرى ماهوش عرس. علاه؟ باسكو سي با واحد يدير لكم فيديو وينعت لكم هادو قالوا ها وين دونك. اذا عرس صح، باسكو على بالكم باللي هضروا عليه الصباح هذا ميم في الاذاعات الخارجيه، كسوا تاع العرب ولا كسوا في الاوروب، قالوا شوفوا الهمجيه نتاع الجزائريين، شوفوا الهمجيه نتاع الجزائريين وين عرس الصبح كما قال واحد دمومات تسيل والصبح الضرب بالكراسة والولاد مساكن فجعوهم والنساء مساكن تتعيط. قالوا لي احبابي يا ولدي واش رايك؟ دوك انا واش نقول لكم؟ انا واش رايي؟ انا ما كنتش سير بلاص باش نقول لكم انا اكزاكتومون واش صار. انا جاوني هذا لا فيديو اللي بعثتوها لي هذه، شفت كيما يشوفوا الناس الكل. مي المشكل هو ان زدت شفت حوست شويه في لي فيديو، لقيت باللي ايزون هضروا على هالمشكله هذه مام في اذاعات في ترونجي سواء عند العرب ولا مام عند الكور في الاوكسيدون في اوروبا، ويهضروا على الهمجيه نتاع الجزائريين. انا نقول لكم الحق، الهمجيه نتاع الجزائريين انا ما نلومش هاد الناس هذو اللي ضاربوا كيما هكا، ما نلومهمش. هذو الناس هذو اللي ضاربوا انا نعتبرهم ضحايا كيما مرف. من انا ما عنديش لا 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 انا ما نساند لا هذا لا هذا. هذو الناس هذو اللي ضاربوا صديق سي نورمال كو جو كونداني شي اللي صرا لا فيولونس عمرها ما تجيب النتيجه. مي الناس هذو اسكو صح ضاربوا باسكو بغاو يضاربوا؟ مي نو، هذ الناس ضاربوا باسكو هما من بعد مساكن ضحايا نتاع العنف اللي عندنا في المجتمع وعندنا في لي زيكول وعندنا في الجوامع وعندنا بارتو. يهضروا لك غير على العنف، اللي يقول لك اسمع تا واش راح تولي طحان ولا كسر له باباه الحلوف، اسمحوا لي بالكلمه هذه. انت واش هو؟ روح دير ودير في ماليه، ها روحوا تشوفوا واش راهو صاري عندنا تو دابور في الزقاق ها دو لي غو ها واش تسمعوا، وروحوا تسمعوا في الحوانت واش راهو صاري، روحوا تسمعوا في القهاوي واش راهو صاري، روحوا تشراو في الجوامع، في الجوامع اللي الناس تروح تصلي وتخاف ربي تلقاهم قال لازمنا ناخذ معاهم هذا اخرى. رب العالمين قال لك ما تسكتش على حقك. ربي قال لك واعدوا لهم كل ما استطعتم من قوه. ربي قال لكم ديروا كيما هكذا. وتزيد تروح ليكول سي لا ميم شوز، ليكول وين التلامذه مع بعضهم البنيه تقول والدمومه تجري، التلامذه مع 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 لي بروفيسور نتاعهم، لي بروفيسور في بعضهم، سيتادير الجزائر متركبه على العنف، متركبه على العنف. وزيد اكثر من هكذا، العراس اللي راهم يشراو كيما دركا مازلنا نديرو كيما بكري خلاص، كي كانت الناس جهله وكانت العرس كيما حنا عندنا الشاويه. على بالكم العرس قد يكون 7 جوغ، اكثر من 7 ايام ساعات، اكثر من 7 ايام. وين الناس كيفض العرس يلقاو رواحهم ابلا، ما عندهمش باش يشريو كيلو نتاع خبز، ما عندهمش باش يشريو كيلو نتاع خبز. ونقول لكم لي زانفيتي
بالعشرات والعشرات، حتى الناس اللي ما همش انفيتي يجيو. او قال كان عرس عند فلان ويجيو الناس كل ويجيو، والنساء مساكن ما عارف قداش 50 مرأة في الكوزينة يطيبوا، و50 يسربيو، و2000 يغاكلوا، و2000 يخرجوا يدخلوا 2000 اخرين. ونديري ما نعرف واش صار، ونديري ما نعرف واش صار. هذه الاولى. وثانية، الرجل والمرأة اللي راح يزوجوا مع بعضهم كانوا اخرين ما يعرفوش حتى بعضهم، كانوا اخرين عمرهم ما تلاقاو حتى مع بعضهم، كانوا اخرين تزوجوا ببنات اخرين ومنها، والله يا الرجل لا يعرف المراه، والراجل اللي يعرف المراه والمراه تعرف الرجل. وقتاش وقتاش هذيك قولوها لي هاي صارت هنا هنا، ماهوش يعني عندها قرون ولا، والله كي راحوا يسنيو في العقد فلانيه باش الساعه المراه متضرقه وضربه حجاب الراجل ما شاف والو حتى نهار العرس، والمراه تهز عينها تشوف الراجل هذاك اللي سنيا باسكو اللي تي لا شوف زيو هذاك النهار هذاك. ما يعرفوا عقليه بعضهم، ما على بالو اسكو يساعد هو وياها ما يساعدوش، يتفاهموا ما يتفاهموش، عقليتهم كي اسكو كي العقليات نتاعهم مع بعضهم يتلاقاو ما يتلاقاوش. ومن بعد يقول لك راكم تشوفوا واش صرا سيدي، ميم با شهر طلقوا، ميم با خطر اخرين طلقوا لو برومي جور. واش نقول لكم انا لو برومي جور الليله هذيك تاع العرس، غدوه يقول لها اسمعي هزي حوايجك يرحم والديك، ولا هي اللي تهز حوايجها تروح لدار باباها. هذا كامل علاش؟ باسكو مازلنا نهضروا هضره تاع بكري خلاص، وحاطينها هذه حنا في شغل في المحافظه، يقولوا لي حنا بلا حنا باكزومبل ما على باليش ما نسميش البلدان، سينو يقولوا لي انت تكتب فينا ولا تقول علينا حوايج كيما هكا. هذيك البلاد هذيك بلاد محافظه، محافظه واش فيش محافظة؟ فيش محافظة على هذا مرأة تعرف الطفل؟ محافظة محافظة على مرأة ما لازمهاش تعرف الإنسان اللي راح تديه اللي راح تتزوج به؟ اسمع اسمع، إذا تحب الطفلة روح لوالديها، روح لوالديها يا ولدي. أنت راح الراجل يعيش مع والديها ولا أنت الراجل هذا راح يتزوج راح يعيش مع باباها ولا يعيش مع أمها؟ راح يعيش معها هي. وعلى هذاك لازم الطفلة، علاش بيزومبل في ليزيكول ولا في ليزونيفرسيتي ولا منا، البنات والولاد يتفاهموا ويعرفوا بعضهم ويقعدوا مع بعضهم ويحوسوا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ومن بعد يتزوجوا. ها كانوا اخرين دوكا اون اوروب، هذه مش عندنا حنا، هذه اون اوروب، وين اخرين ولدوا مع بعضهم، على بالك مش ولدوا، ولدوا عندهم اولاد مع بعضهم وما همش متزوجين، ومن بعد خلاص كي يشوفوا عندهم الاولاد ومنا هو الراجل والمراه يتفاهموا. واش تخمموا لو كان اون فاس ماكي اون فاس ماتخ كما قال واحد للماريج تاعنا بيغالمون، ويروح وقت ساعه لاميري قال اخويا حنا جينا باش بوغ سو ماريي. علاش؟ باسكو على بالهم بلي الزواج هذا صعيب، الي ديفيسيل. والله 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 اليوم اون اوكسيدون هما عاد هما كي نقول لهم كيما هكا واش يقول لك؟ هذوك بلاد الكفار هذوك، هذوك واش تجيبهم لنا حنا ولا؟ ايوا حنا واش ايه؟ ما تخلونيش نقول لكم حاجه مش مليحه. وحنا واش ايه حنا؟ سي كوا حنا؟ حنا خير من الناس هذو؟ فاش فاش حنا خير منهم في دو كين سونس؟ يعني في فاش خير منهم؟ في الفهامه ولا في القرايه ولا في الزين ولا في السوارد ولا في المعيشه؟ فاش حنا خير منهم؟ لازم تهضر على العقليه. لو كان حنا خير منهم في العقليه قول لي وي سي فري، مي حنا رانا نديرو في حوايج اللي عندها ملايين السنوات. قبل ما نكمل قبل ما نكمل نعطي لكم بعض التصاور اللي عقبوهم، هاد التصاور هذو ما مش تاعي انا، راك عقبهم في اليوتيوب.
فوالا كما تبعنا مع بعضنا وكما شفتوا هاكم شفتوا كيفاش هذا هذا ما ولاش عرس هذا. اسمحوا لي اسكو سي تم سون فات هذي اسكو هذي سون فات. حنا نعرفوا في لافيت الناس تجيب لابسه لي كوستوم لابسه لي بونزابي البنات والنساء يعدلوا رواحهم وهذا يسلم على هذا وهذا يقعد يفرح مع هذا ومن بعد سيليا على باليش مع لاطوندو يتفرى بالعقل بالكل بكل لطف الناس مع قال ودي فلان ولا فلان روح معايا لبرا ولا روح معايا منا قال ودي ها هو المشكل وين اجيها ما تفهمناش يا خويا ما كان حتى مشكل. هذوك الناس مالين المرأة ولا مالين الراجل بلاش وراه وين صرا هذا عند مالين المرأة ولا عند مالين الراجل والله ما على بالناش وين صرا هذا المشكل هذا. على كل حال الإنسان اللي جا هذاك هو اللي قال ودي الساعة هذه نحبسوا الساعة علينا العرس هذا ولا نحب نحبسوه حتى نتفاهموا إن شاء الله ومن بعد يفرج ربي مهما واش كاين مهما واش كاين مهما واش كاين ما ينجموش نروحوا للعنف مالوريزمون مالوريزمون أحبابنا هذو نتاع العريس ونتاع أحبابنا نتاع العرس هذو نتاع مالين العرس ونتاع مالين العروس ما على بالناش كيسكي سي باسي حتى ولاو دخلوا في بعضهم وهما مسكن ضحايا هما ضحايا نتاع العنف اللي راهو كاين في البلاد وما كانش البلاد هذه ما فيهاش الانسان اللي يجي يقول لك اخويا انا عندي مشكل معاك مرحبا بك ارواح جيب كرسي من فضلك اقعد بحذايا هاو المشكل تاعي وهاو المشكل تاعي من فضلك يا خويا لازمنا نلقاو حل مع بعضنا نهضروا مع بعضنا انا وياك الساعه ما لقيناش حل قال اخويا معليش انا وياك ما لقيناش حل خلينا نخليو تراش يعقد شو تعقد شويه اللحظه هذه لعلها ان شاء الله نعاودوا الخطره الجايه نزيدو نتلاقاو سيتادير الحوار للنيغوسياسيون ومن بعد قال استنى تشوف اسيدي هذا منصف فريضه هذا راسو خشين شويه وما حبش يعني يستعرف ورغم انه غلط وما حبش يستعرف شكون اللي يقدر يهضر مع منصف فريضه هذا شكون اللي مع من شكون يحشم منصف فريضه هذا قال شوفوا لو باكزومبل مسيو فلان هذا السيد هذا وصاحبه يحشم منه نروحوا نشوفوه اسيدي عيطوا لصاحبه هذا قال له ولدي فوالا مسيو منصف فريضه هذا راه ودنا هذا الظلمات هذه ماهيش تاعو هو بغى يديها وكذا وحنايا ماهوش كذا يفو تخوفي ان موان يفو تخوفي ان كونسونسوس اونتخ لي دو بارتي وإذا وإذا ما كانش خلاص 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 يا سيدي ما كان حتى بروبليم قال ولدي ما تفهمناش يا أخي درك وقيلا وقيلا هلا في هذه كاين عدالة كاين انجوستيس خلينا نحطوا القضية في العدالة يا أخي راكم قابلين أنتم في العدالة كي اللي عطالو لرئيس المحكمة الحق يدي ولا لا قال ولدي قال أخويا ما خلينا نحطوها نحطوها مع بعضنا سيدي ماهوش قال أو راح شكابية نهزلو عصا ولا نهزلو موس ولا نجيبلو بيا قال سنا تشوف خلي يحكموا عليا هذه هي علاش ما يقول علاه يقولوا كيما هكا بوركوا باسكو ترباو في العنف باسكو لي زيكول نتاعنا مازالو يخرجوا ناس من تاع عنف لي زيكول نتاعنا قوليو باش يخرجوا ناس هاديين عند شوفوا برك الاعصاب نتاعنا كيفاش شوفوا برك في التريبيون كيخشوا الناس للستاد كيفاش تلقى تصفار وكذا وهنا حتى كي يديروا النشيد الوطني نتاع هذاك البلاد هذيك تصفار وعرفوا شي هو لو كان يحكموا هذوك اللي جوال هذوك اللي لداخل هذوك ياكلوهم لو كان يحكموا ياكلوهم كي اللي كان يبان علاش باسكو داخلين بلينار وعندهم لينار وعندهم والدم نتاعهم يغلي فيه كيف اسمه العنف هذاك ياكل فيهم ماهوش قال اخويا اليوم واش كاين ماتش شكون اللي تلعب ليكيب تاعي مع يا سيدي نروحو نتفرجو مش مشكل نروحو للتريبيون نقعدو في التريبيون اسيدي بون هادو هما ليكيب تاعنا اي با اون فا ليزونكوراجي الي لي بلون ولا لي نوار ولا لي روج اون فا من هنايا اون فا دونسي اون فا شونتي ليكيب الاخرى تلعب خير ليكيب الاخرى تلعب خير اي با هيا يستاهلوا والله غادي يستاهلوا يربحوا هاي هاي فو لي زابلودير هاي فو لي زابلودير سي سا لا انت تلعب خير مني يا بالحرام قالت لك كيما يقولوا الجواجله خاسرين قاتلينكم رابحين قاتلينكم كل احترامات بكل احترامات الى احبابنا الجواجله وانا نشتيهم بزاف الجواجله كانوا يلعبوا معنا البالون لا جي اس دي النمره كيف اسمه ليكيب نمشي عليها كي يجيونا كانوا احبابنا وصحابنا بعد الماتش بعد الماتش نروحوا للقهوة اليو اس ام كا عند اخي نشلا وفي القهوة هذيك يتلقاو لي جوار كامل مهما كان سكور اذا هما اللي يربحوا جيجل
يروحوا بالحمام الصالحين ويعوموا ويجيو من بعد يشربوا معنا لابيريتيف وياكلوا معنا القطوات، واذا خسروا كيف كيف ونهزوا لي فوتور مع بعضنا. مش على الجول هذا نتاع واخينا نتاع جيجي ولا جهاز دا اسمه هدنا تري كرون كارديان دبيت، وين مسكين كي خسر ونخسروا 1-0 بالذراع ما ماركينا البيت، كي جا مسكين يصور معنا في القهوه هز لي فوتو معنا ويصور وكذا، وانا سي الروح الرياضيه يا ولدي احنا ماناش في حرب يا ناس، عيب عليكم احنا ماناش في حرب. اسكو هذا حرب هذه؟ حتى الحرب وفيها 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 الرزانه، كيفاش واحد السلاح نتاعو يطيش وانا ونديري عليه نقتلو؟ هذه هي العنف اللي الانسان موش مليح، هذه هو الانسان لازم يهرب من العنف. مالوريزمون ما كانش الناس كل على نار، الناس كل على حاجه صغيره الاختلاط، على حاجه صغيره الذبيحه، على حاجه صغيره واحد يقتل واحد، على توسا هذه. انا نقول لكم الناس هذو ما تلوموهمش، هاد الناس هذو اللي ضاربوا كيما هكذا ما تلوموهمش، قادره تصرى في كل بلاد. حنا عندنا في الشاويه اكثر من هك، حنا الرصاص ولا 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 كيف اسمه العراش تتقاتل مع بعضهم، على واش؟ على جلد ريان دو تو، على جلد زيرو مقابل زيرو، ما كان والو. العراش هذو يمضيو في الماس ويهزوا في السلاح، والعراش هذو يمضيو في السلاح ويهزوا باش يخشوا في بعضهم، على واش؟ على انفيتوريتي، على واحد قال عروستكم سيدي ماهيش زينه، ولا قال عروستكم ما على باليش واش صارت لها، ولا قال العريس نتاعكم هذا والله ما يستاهل، ولا بون صار العريس نتاعنا ما يستاهلش، ها سنا ونعت لكم، الي ويبدا، مي سي با سا يا ناس، سي با سا. نعرف انايا بنات مساكن، بنات حبوا يتزوجوا بولاد يعرفوهم وثاروا ماليهم، تعرفي فلان بالله حرام لا تديه، بالله حرام صار راح يجي تعرفيه، اما لك عندك انا ما قلتش شنو نحكي لكم هذا. راهو حاجة صحيحة مش تياتر ولا سينما نقول فيها، راهي حقائق حقائق أو كونترير أو كونترير نورمالمون أو كونترير نورمالمون. إنسان تجي ختو ولا يجي باباه ولا يجي مو ولا قال ولدي راه يخطف فيا فلان، قال شكون هو؟ قال فلان هي هو أنت متهم أنت معاه قابلة به، وي قابلة به إيه ما كانش مشكلة سيدي. حنا نشوفوا برك اسكو السيد فاميلتو هادو نساعدو معاهم باسكو راح نتناسبو راح نوليو فاميلا، اسكو نتفاهمو ما نتفاهموش؟ معليش سيدي ما تتفاهمو نتوما، هذه حاجة مليحة. هي الأولى هي أن الرجل والمرأة يتفاهموا، هذه الأولى قبل ما يتفاهم البوي مع البوي ولا العمة مع العمة ولا الأخت مع الأخت ولا أم السيد وأم السيدة، باسكو هذوك رايحين يقعدوا بعيد، والمرأة والرجل رايحين يعيشوا مع بعضهم. وعلى هذاك لازم تكون المفاهمة ويكونوا يعرفوا بعضهم، ويكون هو يعرف العقلية نتاعها وهي تعرف العقلية نتاعو، هذه حنا ما عندناش. كي تقول لهم كيما هكذا الله أكبر صار أختي اسمعوني والله يا سيدي الفكرة معايا خويا الحوايج صار أختي يعرفها، إي والله غير نقلب عليهم الدنيا والله نحرق عليهم الدوار نحرقو يا ولدي كرني روحك اشرب كاس ما ومسكين البروبليم هو هاد الناس هادو اللي يهضروا كيما هكذا راهم كيسمعوني انا نهضر واش يرجعوني انايا يقول لك السيد هذا يا والله كيما يقولوا هما كيما قالت وحده هذوك النهارات كتبت يا سيدي عاد دايوث ولا عاد ولا الدياثين هادو عاد بزاف سيدي عندنا ما على بالهاش هاد المصدكه هذه مسكينه ما على بالهاش باللي راهي ما بين المخ نتاعي ونتاعها مسافات ومسافات. سي با بادير باللي انا مانيش راجل ولا ما نغيرش ولا او كونتخيغ، مي هذه هي كيف يسموها الحياه سي سا. كيما انت تعرف الطفله الاخرى حتى الطفله الاخرى تعرف الطفل، كيما اختك انت كيما انت تعرف تعرفت ببنت الناس ورحت زوجت بها، حتى ولد الناس يتعرف باختك ويزوج بها سي لا ميم شوز. كيفاش انت يا انت يا مليح ليك انت يا يجوز ليك انت يجوز ليك باش تروح تعرف طفله تعرفها وتكتب لها ديلات دامور وتتلاقى معاها وتخرج معاها، هذا ما كانش. بصح اختك لو كان واحد يجي يخرج مع اختك ولا منا اعطيوني الفوشي اعطيوني الفوشي اليوم نحرق عليهم الدنيا. مي يا ناس نعلو الشيطان، مي لو بروبليم يعني نزيد نقول لكم ماهوش هذا هو السيد اللي يهضر كيما هكا، المشكل ماهوش فيه هو، المشكل
في الانسان وهذوك الناس اللي يقريو في ليكول الدواعش اللي مازالوا اليوم يقريو في ليكول واللي يقول له يحرشوا الاولاد ويقول له اسمع وياك تشوف اختك خارجه وتسكت عليها وياك تشوف امك خارجه وحدها وتسكت عليها رد بالك اسمع لو كان تحكم حاجه اسمع ربي قال شوف اقتل اضرب ويقول لي انا كيفاه يصراو حوايج كيما هذو يصراو انا الناس كيما هذو والله لو كان جيت لافوكا نتاعهم انا ونروح قدام رئيس المحكمه والله العظيم غير ندير بليدواري نطلب السراح نتاعهم كامل كامل نقول له سيد الرئيس سامحني هاد الناس طبقوا لا تيوري اللي قراوها في المدرسه طبقوا واش راهو صاري في المجتمع سيد الرئيس هادو ماهمش هادو ضحايا نتاع المجتمع هادو ضحايا نتاع ليكول خاطرش طون ليكول لو كان قراو ليدوكاسيون سيفيك التربيه المدنيه ماهيش التربيه الاسلاميه التربيه الاسلاميه خلينا من هذيك هذيك نتاع واحد يعبد ربي هذيك حاجه اخرى مي هنا نهضروا على كيفاش تعيش في المجتمع كيفاش يعني نهضر معاكم ونتفكر حوايج يصراو نتفكر حوايج يصراو واحد يحكي لي يقول لي كنت في لوروب واش صرا قال لي كنت قاعد في واحد القهوه الراجل والمراه هما اللي القهوه نتاعهم هما يالو الراجل سربي والمراه سربي وانا قاعد في الكونطوار فهموا مليح قال ما بها جات واحد الطفله جات دخلت سلمت على الراجل وسلمت على المراه صاحبي قال لي الطفله هذه راهي بنت الباترون راهي بنت الباترون وهذيك امها هي هذا من جد سلمت عليهم وقعدت معهم جابت حتى هي حاجه تشرب فيها وقاعده زمان هما قاعدين ودخل واحد سيد طفل جا شافته راح تجري حضنته وسلمت عليه وجا حتى هو جا راح سلم على السيد هذاك وسلم على المراه قال لي هذا راهو يقرا مع كيف اسمه يقرا مع الطفله هذه راهو يقرا معها في فرد ديكول وتعرفوا يعرفها ويدوا يتلاقاو مع بعضهم هي هضروا مع بعضهم هضروا مع بعضهم والاخرين يسربيو نورمال ومنه ومنه ومن بعد كي جا يروح قال لها بون قال لها جو مون في كيما قال السيد قال لي سلم عليها وقال الاخرين بقاو على خير وجاو خارجين قاعد نضحك انا قال لي واش تضحك قلت له نقول لك قال لي واش قلت له هذه لو كان صرات عندنا يدخل تروح تجري الطفله تعانقو وتسلم عليها والله يحكموها كي الكبش هذاك يذبحوها وهذاك لو كان الطفل هذاك يجي ديريكتومون يسلم عليها والله الاخر يهز لاباراي نتاع القهوة هذيك ويحرق مازلنا بعاد يا ناس مازلنا على هذاك ما يعيطوا لنا الدواعش مازلنا رانا دواعش نبقاو دواعش هيا سمحوا لي ما نعرف نجم ندير لافيديو الثانية رابيدمون ولا ما نجمش راه عليا الحال نقول لكم كي ندير هنا اذا ما درتلكمش رابيدمون لافيديو هذه سا سرا توتالوغ سمحوا لي الي نقول لكم كي ندير هنا راه عليا الحال توتالوغ